الزيارة هذه رد الزيارة غالية، هي من أفضل أغاني اللي راح كتبها رحمة الله عليه أبوي الله يرحمه خليفة العبد الله. خليفة العبد الله يوم كتبوها كان عمري 9 سنين. الله. كنا بقصر دسمان في البيت، وكانوا عمالقة الأغنية أو اللي أطبخوا الأغنية وعملوها بشكل جميل موجودين، الله يحفظه الدكتور عبد الرب إدريس. أي نعم. وتاج راسي وعمي وحبيبي الفنان الكبير عمي عبد الكريم عبد الكريم أبو غادر، وأبوي رحمة الله عليه الشيخ خليفة عبد الله. فأنا شفت شلون بداية الأغنية. أول شيء لحنوها سامري، الله. ما عجبتهم بعدين لحنوها لون ثاني. تذكر آخر شيء؟ إيه أذكر، وأنا عمري 9 سنين. الله. أي شيء من 9 سنين هذا اللي حببني في الفن، شيء تحبينه من الصغر من وأنت صغير. إي أنا 3 أشياء أشقي. إيه. وللحين يعني حتى بس ما تقدر تمثل. لا لا انسى، مو اشقي. لا مو اشقي. لا مو اشقي. انا حتى جابوا لي احد المجلات المشهوره، خلنا اقولها يعني مجله ماجد، كنت اكتب فيها، فكانوا وانت صغير. وانا صغير. إيه؟ كان عمري حوالي 16 سنه. ما شاء الله. قالوا شنو هوايتك؟ قلت الشعر. إيه؟ والرياضه والمراسله. إيه؟ فصارت هذه 3 أشياء لها موجوده معي. ما شاء الله. الشعر موجود. إيه؟ والفن موجود. المراسله شنو صار بدالها؟ السوشيال ميديا. اي نعم. والتواصل الاجتماعي. اي فاضافت عليه وظيفتي اللي انا. هل كان في دعم من الاسره؟ اكيد وايد، خاصه من والدتي. الله يحفظها، اوجه لها كل تحيه. اي والله والدتي. واقول لك العام وانت بخير وعيدك مبارك. اختي امل تغني لها اغنيه. انا هي من عشاق شنو؟ لدرجه الجنون يعني، يمكن انا هذا الفنان خلاني احب فنانة ثانية عشان هذا من هو الفنان. منو؟ كان قبل الوالدة الله يحفظها، كنت أنا وأختي بشاير. أي نعم. بيننا الله يحفظها أم فهد سنة. أي. فكان ما في إلا قناة واحدة. أي. الحكي سنة 79 80. نعم. كان عمرنا 10 79. أنا مواليد 79. مو أنا مواليد العمر كله 87. 87 أصغر مني. قولي لي خالتي. لا بالعكس، انت اختي الكبيره اللي اتشرف فيها. شنو انا يدها؟ لا لا لا. انا 71. انت كبر هاني رايلي. الله يحفظك. الله يسلمك. فكان اول ما يغني الفنان يقول اذا غنى الفنان هذا رجال طلعوا برا. الله. منو هو؟ فانا واختي حقدنا على هالفنان. الله. حتى وقفنا نعرف منو هو. يعني كرهناه بدون يعني اوكي صوته حلو خلنا اكمل كرهناه. فقمنا نستفسر من الاصدقاء منو منافس هالفنان؟ شوقتنا. منو منافس هالفنان؟ منو هالفنان؟ عشان نكسر عين امي ونخلي ينافسها ونسمع الاغاني. ايه؟ عشان يكون ضد هالفنان هذا. منو؟ مثل مثلا واحد يشجع فريق يشجع الفريق الثاني عشان يحره. منو؟ فريد الأطرش. امي للحين اشياء فريد الأطرش. كل شيء يوها فنانين كبار. فريد الأطرش محب اذكرهم فنانين كبار. ايه. للحين يعني يغنون بروحهم حفلات. ايه ايه. يفتح حق امي. ايه. بالخيمه كل اثنين قعدتها. اي بس معنا ما عزم بغنون. ايه. توم بيغنون. انت كم مره تقول لي تعال؟ اي واقول لهم غنوا حق الوالده فريد الأطرش. يقول رجاء. اي فريد ما في غير فريد الا هو اللي يغني. هي الوالده غنيت حق فريد. مدرسها بروحها. عاد شيختنا ما نقدر. اذا غنيت حق فريد لازم احفظ. ها؟ لازم اتذكر. ولا اغنيه حق فريد؟ لا مو نورا نورا يا نورا. الله. انا نقول اسم الوالده يعني فيها؟ ايه. ها قول. لولوة. لولوة لولوة يا لولوة. ما اعرف اسمك على. انا مو حافظه. ليش انا ليش صار؟ ايه. فعشان نعرف منو اللي ضده. انا اتجهت لو قايل لنا كان نقول حق امو احفظيها. انا اتجهت لولو. لا اهواك. ايه واتمنى. هذه حق عبد الحليم. عبد الحليم. عبد الحليم. اقول ايه, إيه؟ تحفظ اهواك شوي منها. ايه خلينا نقول حق الشيخ. ليش لا خلينا نقول السالفه. نبي نخليها تستانس الشيخ. السالفه شنو صار؟ ايه اختي ام فهد الشيخ ابو شاير اتجهت حق منه حق عبد الحليم. إيه؟ كونها بنت. ايه قلت اغانيه. ايه ايه انا اتجهت حق منه حق ام كلثوم. ايه؟ تخيلي واحد عمره 10 سنين كل واحد حبله مال اول. اي عشان ضد فريد الأطرش. شنيتوا الحرب على فريد الأطرش. عاد امك شيخه الكل وحبيبه الكل. والله اختي هي للحين ام كلثوم وقطع. ايه؟ يعني حتى الشعراء يقولون من شعرك المفضل؟ كل شاعر كتب حق ام كلثوم.